السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ النهارده معايا تعاون جميل قوي مع قناه حبيبه قلبي هبه بيتي مدينتي وعالمي. القناه دي هتعجبكم قوي، من القنوات اللي اتعاملت معاها كتير جدا على اليوتيوب من ساعه ما بدات لحد دلوقتي. النهارده جايب لكم فكره حلوه. التعاون هيبقى عن الفرق بين شنطه الام والشنطه العاديه، ايه اللي موجود في دي وايه اللي موجود في دي. عايزاكم تروحوا تشوفوا الفيديو بتاعها الاول وتعملوها لايك وشير وسبسكرايب وتعرفوها انكم من عند بيبه، وتعالوا نعمل جوله سريعه في القناه بتاعتها اللي انا متاكده انها تعجبكم. دلوقتي يا بنات هنتكلم عن الحاجات اللي المفروض تبقى موجوده في كل شنطه، بس انا عايزه اقول لكم على حاجه قبل ما نتكلم. الشنطه طبعا لازم يبقى فيها مصحف، فيها سبحه، فيها حاجه للاذكار. انا كل ده كان بيبقى معايا في الشنطه، بس انا من النوع المهمل جدا في الشنط، يعني ممكن الشنطه اخدها ارميها، ادخل جري على المكتب ارميها في اي مكان، ادخل من بره تعبانه ارميها. فكنت بستحرم جدا ان كان بيبقى فيها مصحف، فانا نزلت المصحف من على البلاي ستور على التليفون. السبحه بقى فيه اللي هي الخاتم التسبيح اللي هو السهل ده، الاذكار على الموبايل دلوقتي ريحتني من شيل حاجات كتيره جدا في الشنطه. الابلكيشنز دي هسيب لكم اللينكات بتاعتها في الديسكريبشن بوكس عشان تقدروا تحملوها من على البلاي ستور وتخف الشنطه عندكم شويه. ده غير كمان النوته والقلم، برده في ابلكيشن حلو جدا 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 بتاع تو دو ليست، جميل قوي. هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس. الحاجات دي بتتحمل عادي من على البلاي ستور، هتنفعكم جدا جدا. تعالوا بقى نشوف الحاجه المهمه اللي هتحط في الشنطه ايه هي. اهم حاجه انا لازم انزل بيها الميه دي، صغننه كده نص لتر، هي لازم لازم تبقى معاكي. الميه حلوه جدا جدا للبشره، بتشيل الحبوب، بتشيل الرواسب منها، بتخلي البشره على طول صافيه ونظيفه. غير كده ان هي بتغسل الكلى 3 دورات في اليوم، فدي من الحاجات المهمه جدا اللي ما ينفعش ان احنا نستغنى عنها. خلاص دي حاجه. طبعا لو انتي زي حالاتي كده شغلك كله تنطيط مع الطلبه في الشمس، فلازم تبقى معاكي نضاره، لازم لازم، ولو عندك حساسيه كمان يعني تبقى حاجه حلوه قوي. البورتوفيه طبعا، بصوا نصيحه بقى لوجه الله، متحطوش فلوسكم كلها هنا، متحطوش البطاقه والكريدت كارد والكلام ده كله. ده ليه ما تحطوش الفلوس كلها هنا؟ دايما تخلوا جزء بره، لان احنا معروف الستات عموما والبنات بيموتوا في الشوبينج. ممكن اصلا تبقي داخله تشتري حاجه وتشتري حاجه تانية غير اللي انت عايزاها اصلا، فدايما تخلي فلوس احتياطي على جنب بره البورتفوليو بتاعك او البوك او المحفظه بتاعتك. دي حاجه مهمه. الحاجه المهمه كمان ما تحطيش فيه الاوراق المهمه، الكريدت كارد، كارنيهات النادي، الفيز، مش عارف ايه، اي حاجه من الحاجات دي كلها، البضايع، خليها في حاجه لوحدها، لانه انا اتلسعت من الموضوع ده قبل كده. البوك بتاعي اتسرق، كنت ماسكاه في ايدي واتسرق. عايزه اقول لكم انا ما كانتش مشكلتي في الفلوس اللي فيه، دفعت قدها 4 5 مرات عشان اطلع كل الورق ده، وخد مني وقت ومجهود. وعايزه اقول لكم كنت مأجزه كمان من الشغل عشان اعرف اروح اخلص كله ده، فتوهان والله، وانتم عارفين روتيني الحكومه، فبلاش، خلي بالكم من الموضوع ده. بتاع الكوينز طبعا مريح ناس كتير. البوكت الصغنون ده وريتها لكم قبل كده، مش عارفه انا كنت عامله فيديو الشنطه واتمسح من على الشانل، مش عارفه راح فين. المهم الواسطه الصغنونه خالص دي بتاع اليو اس بي بتاع الباور بانك والسماعه، يعني عايزه اقول لكم دول لما بيبقوا بره البوكت ده بتبقى فيه كركبه السنين في الشنطه. خلاص طبعا المناديل ده حاجة أساسية في مكان في أي شنطة، لو راجل نفسه يبقى معاه مناديل. بابايا دي حلوة جدا، هتلاقوها في بيم أو في كازيون ب3.5 جنيه، حلوة جدا، فيها 120 منديل، والمنديل بتاعها ناعم وفي نفس الوقت قوي كخامة، يعني حلوة جدا، لازم تبقى معاكي. طيب أنا ليه موريتكوش الشنطة بتاعتي؟ لأن أنا من النوع اللي بيغير كل يوم شنط شنط، جنان بعيد عنكم يعني، ودي حاجه ما انصحش بيها ناس كتيره جدا، تقعدي تنقلي الحاجه، فكنت دايما بتوه في حاجه لازم تسقط مني. فجبت المنظم ده وريته لكم قبل كده، عايزه اقول لكم حلو جدا، انا بشيله من شنطه لشنطه وخلاص، ايدي عرفت مكان الحاجه بتاعته وخلاص، شكرا على كده. تعالوا بقى مع بعض نشوف المنظم ده شايل ايه جواه. طبعا بما انك مطوله بره البيت، وانا واحده شخصيا اليومين دول برجع بره، انا كنت بجيب الوايبس اللي هي الحجم الصغير. الفتره دي بستعمل الحجم الكبير اللي هو فيها كميه كبيره، يعني علشان
دي من فيينا حلوه جدا المناديل دي، لان بحتاجها في حاجات كتيره. ممكن انا اكل في مكان ما يكونش فيه حاجه مكان اغسل فيه ايدي، حاجه وقعت على هدومي او بتاع، ده بيسعفني، او لو الكحله ساحت مثلا ده ان حطيت يعني، فبتسعف. حلوه جدا. ولما تجيبي عايزه تجيبي واحده كبيره، هاتي المربعه، ما تجيبيش اللي هي بتبقى كبيره قوي، دي بتبقى اوفر بصراحه يعني. فدي اهي الباور بانك. وطبعا عايزه اقول لكم انا عندي ببقى ماشيه باتنين والله العظيم، ما اقدرش امشي من غيرهم، الموبايل بيفضى على طول. خلاص. الليب بالم دي من جوي كير، انا بموت فيها دي، كل ما بتخلص بجيبها، حلوه جدا جدا. وفي نفس الوقت هي لونها بينك بس ما بتديش لون، لازم يبقى معاكي مرطب شفايف، ودي حاجه مهمه جدا. المنتوس، وده انا بالنسبه لي بموت فيه لو واكله اكله تقيله ولا حاجه، او قاعده ساكته كتير في الشغل وتيجي كده تتكلمي، لازم تبقى في حاجه منعشه، فده بخخ في الفم بريحه النعناع من ماي واي، تحفه. الناس كمان اللي ما بتحبش تاكل لبان في الشارع، ده هيبقى بديل للبان، حلو جدا. سنجل برفيوم، انا دايما بحب الازايز دي، كانت عندي فيها برضو، جايباها سنجل برفيوم من وسط البلد وخلصت، فبملاها من برفيوم عندي، هبقى اسيب لكم الاسم بتاعه في الديسكريبشن بوكس. البرفيوم ده انت بس اللي بتشميه، لان هو اولا ريحته مش قويه، هو انت بتحطيه تحسي بانتعاش ريحته بتروح خلاص، شكرا على كده، لانه طبعا احنا عارفين احنا مسلمات، فما ينفعش حد يشم ريحتنا. الهاند سانتايزر او الهاند جل، طبعا انا انتم متعودين ان انا وريتكم كذا واحد من زبادي شوب، بس بصراحه ما عنديش وقت اروح كارفور، مع اني محتاجه اجيب حاجات كتيره جدا، ولازم لازم الفتره اللي جايه دي هروح هناك وبعمل لكم فلوج الحاجه بتاعته باذن الله. ده من ايزي كير بريحه اللافندر، لقيته كده في بيم صغنن وشكله حلو يعني، هو اي حاجه تقضي الغرض، مع هو ممكن ده بدل ده او دي بدل ده، بس بصراحه الاثنين لا غنى عنهم. هاند سانتايزر ده من زبادي شوب، كنت جايباه كده، كان صغنن حلو جدا جدا. ده سوري لوشن سوري الناحيه الثانيه دي مصليه صغننه، انا دايما الظهر والعصر بيبقوا بره البيت، فلازم يبقى معايا مصليه في اي وقت اتوضى واصلي. غير كده في اسدال انا سايباه في الشغل بنفس الخامه دي، نفعني يعني بصراحه، لانه ما ينفعش ان احنا طبعا نفوت حاجه. دي صدريه صغننه كده، اولا انا من الناس اللي عندي حساسيه جيوب انفيه، فما اقدرش امشي من غير البخاخه بتاعه المناخير بتاعتي، واليومين دول باخد الحمض الفوليك فمعايا على طول. حاجه مهمه بقى جدا، ودي نصيحه الدكتور ماشي عليها بقى لي فتره طويله جدا، لو هتاكلي بره، طبعا كلنا عارفين الاكل بره حتى لو في مطعم 10 نجوم مش 5 مش مضمون، فالدكتور كان نصحني بدول بقى لي زمن قوي من وانا بنوته يعني معايا، الانتينال ده مطهر معوي، بعد ما تاكلي من بره حتى لو مكان واثقه فيه جدا خدي واحده احتياطي مش مضر. والكاستيون بتاع هيمالايا ده برشام فحم اعشاب كله، هو خدي واحده بعد الاكل لو هتاكلي بره، هيعمل لك حاجه كده زي تغليف للمعده وهيقيها من اي حاجه وحشه تبقى فيها. خلاص. دي بتاعه الكريدت كاردز والفيز والبطايق اللي قلت لكم عليها، حلوه جدا وريتها لكم قبل كده. طبعا لا غنى عنها الفوطه الصحيه، انا عامله لكم فيديو عن البريود بجميع مشتملاتها وكل حاجه خاصه بيها وكل حاجه، كل حاجه هيعجبكم ان شاء الله الفيديو، لازم تبقى معاكي سواء اللي هي بتاعه البريود او اليوميه، دي حاجه مهمه جدا وبتنفع طوارئ والله لو مش ليكي لاصحابك. بعد كده جوه بقى انا باخدش ميك اب معايا نهائي، اخري 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 في الميك اب ممكن احط كحله ماسكارا وروج خفيف جدا يكون لون شفافي، ده عين حطيت كله ده يعني. مرايه صغننه، بصوا ده كنت في فندق تبع، كنا عندنا مؤتمر تبع الشغل فاخدت منه الصابون ده، وريته لكم قبل كده، اي فندق بروح لازم اخد صابونه من دي ارميها في الشنطه، بتنفع والله، تستهونوش بالحاجات دي. الناس اللي بتستعمل العدسات، انا عندي عدسات نظر وعندي عدسات واحده من نيكد فور لونها رمادي، دي بتاعه النظر دايما باخدها بحط فيها حبه محلول واحطها في الشنطه، لان انا من الناس اللي على قد كده العدسات بتتعبني، فلازم اريح عيني شويه منها. وادي ختم التسبيح اللي قلت لكم عليه، مبرد صغير، مع اني ما بربيش ضوافر يعني، بس بقصها كل 40 يوم، وخلال ال 40 يوم بتبقى طويله زي ما انتم شايفين الى حد ما، فلو لا قدر الله حصل حاجه اتكسر ولا بتاع، مبرد صغنون كده بيفي بالغرض. الكويك فيكسد اللي هي الحاجات بتاعه الخياطه السريعه اللي هي بتبقى كده، دبوس صغنن ودبوس طرحه وزراير صغيره وكذا لون وحاجه صغننه كده تاخديها معاكي احتياطي، بلوزه اتشدت منك، حاجه اتقطعت، بينفعوا. والسولوتيب طبعا بقى لو انها بايظه خالص، خلاص كده دي الحاجات المهمه اللي لازم تبقى في شنطه كل واحده. ما تنسوش تروحوا تشوفوا الفيديو بتاع هبه علشان تعرفوا الحاجات المهمه في شنطه كل ام. اشوفكم على خير، سلام عليكم.